والله اسعار المولدات 10 ولا 10 ل 4 كثيره على هالمواطن الفقير. منطقه كل المناطق ما نحن هذا البطاله كثيره بالمدينه كلها كسبه. إيه. ثاني شيء وين حصتنا الكهرب مال الموصل؟ عندنا المستشفيات بكثره هون بهذا الجانب معزلي، كليه الطب معزلي، عندنا الاسواق هاي بداخل المدينه مثل سوق الصياغ 3000 محل كان كله شغل سبريتات، وين الكهرب مال المحلات، مال المعامل، معمل البيبسي، معمل غزل النسيج، هاي الكهرب مالته وين؟ وين طولنا للمواطنين؟ المولدات كل شهر يعني شهر 8، شهر 10، شهر 12، شهر 14، شهر 16، يعني ما ينزلون، يعني كل جالهم يصعدون، يعني ما يفكرون بالفقير، يعني عارف يعني هاي المناطق يعني اغلبها يعني عيشتهم تحت الوسط. ودون الوسطة يعني خلي يرحمون العالم شوية، يعني الوطني يوم شوية يعني متحسن، يعني ما تقول الوطني معين طفي وعيشغل 24 ساعة. المولدة ما عيشغله باليوم 4-5 ساعات، ليش؟ يعني خلي يرحمون العالم شوية، ما صحيح؟ إيه مطالباتنا يعني خي يوفروا لهم غاز للمولدات أول شيء، حتى هم ينزلون الأسعار على المواطنين، لأن ابو المولده يقول ما يوفروا لنا غاز للمولدات، وابو لجنه المولدات يقول الاسعار هي زينه على المواطن. ما افتهمنا شو والله اسعار المولدات غاليه والعالم تعبانه ما عدا لازم يوفرون غاز للمولدات، وما سوش ابو المولده سوش اللجنه، السعر من اللجنه، ابو المولده ما له وزن، وفروا له كل شيء هو ينقص، والسعر من عندهم ما من ابو المولدات. زين 10 الا ربع زينب؟ لا كثيره والله 10 كثيره، والعالم ما عاد يعني تدري على الطلب الطالب، والعالم حتى عم تشتغل ما عاد تطلع شيء. مطالباتكم؟ مطالبنا يوفرون للمولدات، يوفرون يعني غاز اذا الوطني يستعدل.